أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها الذين يجعلون مع الله بسم الله
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الله يخليك يا عم ناصر. الساجدين وعبد ربك حتى
طبعا حاضر صلى الله عليه وسلم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ينزل الملائكة بالروح من أمره ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده
خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ولنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون خلق السماوات والأرض فإذا هو خصيم مبين وَلَنَعَامَ خَلَقَهَا وَلَنَعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال وعلى الله قصد السبيل ومن زائر ولو شاء لهداكم
صدق الله العظيم. لما تيسر من خواتيم سورة الحجر وفواتح سورة النحل مكيتي التنزيل، أمتعنا قارئنا صاحب الصوت الجميل والخلق النبيل والمعدن الأصيل فضيلة القارئ الشيخ محمد أشرف نبت الساحة المحمدية الإلهية هنا بالمنايل. نشكر لكل من شرفنا من السادة الحضور باسم شيخ الطريقة المحمدية الإلهية لشيخها فضيلة الشيخ عبد الرحمن محمد عبد الرحمن بدوي. أتقدم بجزيل الشكر لفضيلة القارئ الشيخ حسام محمد العزب وفضيلة الشيخ حسين حلاوة وفضيلة الشيخ عبد الحسيب عمر. أشكر أيضا للإعلامي الحبيب الأستاذ مصطفى العكريشي. أخوتنا إخوة الإيمان، أتقدم بجزيل الشكر للفراشة الفندقية الحاج جمال عويس والإنارة الحاج سعيد عوض والهندسة الإذاعية العالمية الحاج محمد الخولي وأولاده بالعوازقة هيهيا شرقية، ومصورنا الليلة وعمدة مصوري الحفلات القرآنية مخرجنا ناصر صلاح، وواجبات ضيافة الفندقية مفيه أبو إسماعيل، ولشيف الليلة الذي قدم لنا أشهى المأكولات الشيف محمد العزب. أخوتنا إخوة الإيمان، عود طيب إلى ساحة القرآن وفضيلة القارئ الشيخ حسام محمد العزب فليتفضل مشكورا.